عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بن عمار رئيس جمعية شباب فضالة للتنمية والرياضة. احنا هنا ان شاء الله كنظمنا هذا الدوري هذا ترحما على المرحوم با عبد القادر الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع المسلمين. با عبد القادر اللي كان هرم في مدينة المحمدية اللي عاون مدة 50 عام الناس ديال المحمدية وعطاهم كان قدوة ديالهم وعطاهم تعليم مزيان من ناحيه الرياضه اللي من طرف التدريبات ديالو والتعليمات ديالو خرجوا لاعبين كبار اللي رسخوا في التاريخ ديال المغرب في كره القدم. وحنا هنا ان شاء الله هذا الدوري هذا كنحاولوا اننا نديروه لان النسخه الاولى ديالو وغيكون ان شاء الله كل سنه الى قدرنا عليه الله سبحانه وتعالى. اولا وقبل كل شيء اشكر كل الذين ساهموا من بعيد او قريب في تنظيم هذا الدوري، واخص بالذكر جمعيه شباب فضالة الرياضه والتنميه وكذا المجلس البلدي مدينه المحمديه. هذه بادره خذاتها جمعيه على عاتقها من حتى تؤسس لهذا الدوري الذي نتمنى أن تكون الدورة الأولى ويكون على يعني أنه يستمر في وجوده لكون عبد القادر ساهم بواحد الشكل كبير في تنمية الرياضة بمدينة المحمدية. إذا معنا مريم عيش بو عبد القادر ابنة المرحوم عيش بو عبد القادر، يعني اليوم دوري باسم الأب ديالك، يعني شنو شعور ديالك بهذا الدوري هذا؟ أولا السلام عليكم ورمضان مبارك. بالنسبة لهذا الدوري يعني شي حاجة مزيانة وكتفرح، يعني كنحسوا بأن راه كاينين الناس كضربهم النفس على بو عبد القادر و يعني مخلينه باقي عايش وسطنا، ما فهمشي ما ماتش، باقي كنحسوا به باقي بيناتنا فهمشي، يعني ما حاسينش به راه ميت. كل مره كنسمعوا بان راه كاين جمعيه ولكن شي واحد باغي يدير دوري وهذا، يعني راه شي حاجه عنده في قلبه كتحركوا، راه فهمشي يعني شي حاجه زوينه وكبيره. و كنشكرهم بزاف، و حاجه اخرى انهم داروني المديره ديال هذا الدوري، يعني كتزيد الدعم هذا تعطيه واحد القيمه كبيره فهمتي، و كنشكرهم بزاف. معنا خالد اي تربي، اليوم كاينه تكريميه ديال اي شوب عبد القادر، يعني شنو بغيت تقول لهاد الناس اللي داروا هاد التكريميه هذه؟ وفي إطار رمضانيات لمدينة المحمدية اللي ستنظمها الجامعة الحضرية بمدينة المحمدية، تحصل لنا الشرف باش نساندوا هذا الدوري اللي بديور على الشرف ديال الذكرى ديال الأستاذ ديالنا كاملين با عبد القادر. منا با عبد القادر ماشي أستاذ في كرة القدم، لأن أستاذ في رياضات عديدة منها الباسكت منها الفولي وكذلك فنون الحرب، لان التلاميذ ديالو دابا ابطال عالميين وكاين اساتذه الحمد لله عنده الخلف في جميع الرياضات، وهو كان يعني منطلق واشعاع ديال الرياضه في مدينه المحمديه بصفه عامه ورياضه كره القدم بصفه خاصه.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا انت من احد المشاركين في الدوري ديال اجبار القرض، يعني شنو الشعور ديالكم في الدوري هذا؟ وشنو تبغي تقولوا للجمعيه اللي نظمت هذا الدوري؟ اولا نتقدم بالشكر للمنظمين لهذه الجمعيه هذه، خصوصا في هذه الايام المباركه اللي كنبارك رمضان لجميع المسلمين، وكنترحم على بعض القدر. وحنا بطريقه اللي كرويه، ماشي كنترحموا به عليه بطريقه زعما دينيه وهذا، دونك بطريقه كرويه اللي كنقولوا ان بعض القدر عطى بزاف للسبور اون جينيرال في المحمديه، كان قدوه لجميع الشباب، جميع الفئات العمريه اللي كانت دازت في خص الرياضه. دونك كنتقدم بالشكر الجزيل لكاع المشاركات والمشاركين والناس اللي كانوا وراء هذا الدوري هذا. شكرا لكم. السلام عليكم. بهذه المناسبه كنتمنى بعض القدر، وكنتمنوا ندوزوا المشعل ديالو لهاد الاجيال اللي جايين، ونمشيو على الدرب اللي غادي به، وكنترحموا عليه والله يوسع عليه وجميع المسلمين ان شاء الله في هذه الايام المباركه. هاد التراويح اللي فلتناهم ديال الروحانيه، حنا غنديروا تراويح بدنيه واللي نجمعوا فيها ونحلوا صله الرحم مع كاع لي سبورتيف، وبالخاصه ترحما على بعض القدر الله يوسع عليه ورحمه. Thank you.